نظمت صباح يوم الجمعة 30 أكتوبر 2020 منطقة الدلتا التابعة للإيبارشية البطريركية اليوم التكويني المشترك الأول بين كنيسة القديس بطرس والقديسة حنة بطنطا وكنيسة ماري جرجس بأشمون وذلك بكنيسة سانت تريز المحلة. افتتح اليوم بصلاة القداس الإلهي وذلك بمشاركة الأب جرجس أرمانيوس راعي كنيسة سانت تريز المحلة والأب بطرس استيفان راعي كنيسة ماري جرجس أشمون. قدم الأب جرجس عظة عن أنتم نور العالم وكيف نستقي من شمس البر لنشرق على الأشخاص من حولنا. يهدف هذا اللقاء إلى تفعيل حياة الشركة بين أعضاء الكنيسة، وبدأت فعاليات اليوم بترتيل بعض الترانيم الروحية. وقدم الأب بطرس اللقاء عن شعار السنة الرعوية كلمة الله تخلق وتحرر وترسل. كما تخلل اليوم فقرات متعددة شملت تقسيم المخدومين إلى مجموعات مناقشة والتعريف بحياة القديس كارلو ورحلة كارلو من مبرمج كمبيوتر إلى عالم القداسة. من أهم أقوال القديس: لماذا يهتم البشر كثيرا بجمال أجسادهم ولا يهتمون بجمال أنفسهم؟ الشيء الوحيد الذي يجب علينا الخوف منه هو الخطية. تلا هذه الفقرة فقرات ألعاب للترفيه عن المخدومين. برافو! واختتم اليوم التكويني الأول الأب برنابا فانوس بصلاة المذبحة الوردية والتقاط الصور التذكارية.